اقرا الخبر البدايه كالعاده مع نهارك زملكاوي وافتتاح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حمام السباحه الكبير واللي بيحمل اسم الراحل الكبير جلال ابراهيم وصاله الالعاب الرياضيه الخاصه بالسيدات بعد تجديدها باحدث المواصفات العالميه. كمان افتتح المستشار مرتضى منصور حمام السباحه الاولمبي اللي بيحمل اسم اللواء عبد العزيز قابيل وده طبعا بعد تجديده ايضا. كمان شهد الافتتاح حضور اعضاء مجلس الاداره والمستشار احمد جلال ابراهيم رئيس اللجنه القانونيه والرياضيه بالنادي والعديد من الشخصيات العامه والاعلاميين. وعلى هامش افتتاح المنشآت المهمه والكبيره دي اكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انه تسلم النادي ولديه ازمه كبيره جدا ماديه، لكن دلوقتي النادي فيه ملايين وخزينته منتعشه بشكل كبير جدا. وجه كمان المستشار مرتضى منصور رساله للجماهير وقال لهم احب اقول للجماهير اطمنوا لان احلامكم مجابه. اضاف كمان المستشار مرتضى منصور انه قبل 30 يونيو مش هيكون على نادي الزمالك جنيه واحد مديونيه، كمان سيتم ضم اي لاعب الجماهير تحلم بيه. بخصوص انس اسامه لاعب سله الزمالك فقال ان انس لاعب في الزمالك بشكل رسمي بعد ما وقع على جميع العقود مع النادي. نروح لخبر تاني ووضح فيه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك حقيقة إيقاف النادي عن القيد بسبب قضية شيكابالا الخاصة طبعا بالمستحقات المتأخرة لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي. طبعا كان انتشرت الفترة اللي فاتت دي بعض التقارير الكاذبة واللي الحقيقة ملهاش أي أساس من الصحة غير إن هي أخبار مفبركة. طبعا كان في كلام بأن نادي الزمالك هيتم إيقافه عن القيد بسبب قضية سبورتنج لشبونة البرتغالي. صرح أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في النادي وقال إنه لا جديد في قضية شيكابالا بعد اتخاذ النادي الخطوات القانونية، احنا مترقبين القرار وهدفنا الحفاظ على حقوق الزمالك. طبعا أضاف كمان إنه لا نعرف سبب إثارة الأمر ده في الوقت الحالي خاصة إن الخطاب بقاله عدة أشهر. طبعا يعني احنا خلاص احنا عارفين الأمور دي بتكون عاملة إزاي وكمان عارفين نادي الزمالك بعد صدوره قرار لجنة الانضباط بالعقوبة تقدم باستئناف في المحكمة الرياضية الدولية والاستئناف يعني إيقاف تنفيذ الحكم. طيب هيتحدد موعد لجنة استماع جديدة في المحكمة الرياضية الدولية وأكيد في انتظار القرار الجديد وهو ما يعني عدم توقيع أي عقوبات على الزمالك وبالتالي مستحيل يتم حرمان النادي من القيد في سوق الانتقالات. طبعا لما بيكون في أي إشاعات أو في أي كلام مفبرك أو في أي بلبلة حول أي موضوع احنا بنحب دايما ان احنا نطلع هنا في قناة الزمالك ونوضح لكم حقيقة الأمور. تعالوا نروح بقى لاخبار فريق الكوره. عقد المدير الفني مستر فيريرا جلسه مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب امبارح الجمعه على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بمقر القلعه البيضاء. ده كان استعدادا لمباراه الداخليه المقبله في الكاس وطالب المدير الفني من اللاعبين ضروره التركيز في اللقاء اللي جاي وشدد كمان على اهميه هذه المرحله خاصه وان الفريق هيخوض عدد من المباريات المهمه جدا والحاسمه سواء في كاس مصر او في مسابقه الدوري. وشرح المدير الفني بعض الامور الفنيه والخططيه لكي يتم تطبيقها استعدادا للمباريات المقبله. كمان شارك اسلام جابر لاعب وسط الفريق في تدريب الامس الجمعه اللي اقيم على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بمقر النادي وده استعدادا لمباريات الداخليه المقبله في كاس مصر. اسلام كان حصل على اذن من الجهاز الفني بقياده مستر فيريرا للغياب عن تدريب يوم الخميس بسبب ظروف خاصه قبل ان ينتظم بالامس في التدريبات بشكل طبيعي. قام الجهاز الفني للفريق بتخصيص فقره فنيه خلال مران الامس استعدادا لمباراه الداخليه المقبله في كاس مصر، ركز مستر فيريرا ومساعديه على تدريب اللاعبين على تمرير الكره في مساحات صغيره، اللعب كمان تحت ضغط بعض الجوانب الخططيه استعدادا لهذه المباراه، كمان خاض اللعيبه تقسيمه قويه في ختام المران، وقام البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني بتقسيم اللاعبين لفريقين لخوض هذه التقسيمه. شهدت طبعا تركيز كبير جدا على تطبيق الجوانب الفنية والخططية وقام فيريرا المدير الفني بإيقاف التقسيمة أكتر من مرة وتوجيه اللاعبين وعلاج بعض الأخطاء والسلبيات اللي وقعوا فيها اللاعبين لتلافيها في المباريات القادمة.
يعني نروح لاخر اخبارنا طبعا في نهارك زملكاوي، وتقرر ان يخوض الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك مباراه وديه يوم الاثنين الجاي الساعه 4:30 العصر امام فريق المصريه للاتصالات على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله استعدادا لمباراه الداخليه المقبله في مسابقه كاس مصر. طبعا بيسعى الجهاز الفني للزمالك بقياده مستر فريرا استغلال المباراه الوديه في تجهيز جميع اللاعبين للمباراه المقبله في مسابقه كاس مصر، بالاضافه كمان للوقوف على مستوى البدلاء والناشئين اللي تم تصعيدهم مؤخرا للتدريبات الفريق الاول في ظل غياب اللاعبين الدوليين. طبعا بنتمنى لنادي الزمالك كل التوفيق في المرحله القادمه.